أوقاتكم وأهلا بكم في نشرة مفصلة للأخبار نبدأها بالعناوين. اشتباكات عنيفة في حلب والجيش السوري يواصل عملياته في ريف دمشق. الأزمة السورية تتصدر أعمال القمة الثالثة لدول أمريكا اللاتينية والجامعة العربية، والمعلم يدعو كل الأطراف إلى الحوار. ساكاشفيلي يعترف بهزيمة حزبه في الانتخابات التشريعية في جورجيا. نبدأ النشرة مع أخبار الشرق الأوسط. شنت القوات السورية هجمات عنيفة على بلدات في ريف دمشق، بينما دارت اشتباكات عنيفة مع المقاتلين المعارضين في حلب كبرى مدن شمال البلاد. واصل الجيش السوري عملياته في مدينة حلب شمال سوريا، حيث أعلنت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن قوات الجيش تمكنت من قتل عشرات المسلحين وتدمير مقراتهم والعديد من السيارات المجهزة برشاشات دوشكا. ونقلت الوكالة عن مصدر في محافظة حلب تأكيده استهداف تجمع كبير للمسلحين في حي المرجة، ما أسفر عن عدد من القتلى في صفوفهم، إضافة إلى عملية نوعية في قرية الدانة بريف المحافظة أوقعت إصابات عديدة بحسب الوكالة. وأضافت سانا أن عمليات نوعية أخرى تم تنفيذها في مناطق قاضي عسكر وباب الحديد وهنانو، إضافة إلى عملية أخرى في أورم الكبرى بريف المحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين. وذكر المصدر نفسه أن وحدات من الجيش السوري استهدفت تجمعات مسلحة في محيط الجامع الأممي والثانوية الصناعية وجنوب سوق الهالي وبستان القصر. وأشارت الوكالة إلى مقتل منفذ الهجوم على القصر البلدي في المدينة المدعو أبو علام، إضافة إلى مقتل مجموعة كاملة من مسلحي المعارضة يقودها خالد زكريا المصطفى. من جهته أعلن ناشطون عن اشتباكات تدور بين الجانبين في أطراف حي العرقوب وسليمان الحلبي، مضيفين أن عددا من الجرحى سقطوا جراء قصف على حي مساكن هنانو. وفي حمص أشارت الوكالة الرسمية إلى وقوع اشتباكات في قرية السمعليل في ريف المدينة أسفرت عن سقوط عشرات من المسلحين ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى اشتباكات في جورة الشياح وباب هود في حمص. وفي ريف دمشق صادرت وحدات من الجيش الاثنين في أحد بساتين حرستا كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. من جانبهم أعلن ناشطون أن 11 شخصا على الأقل قتلوا في سوريا فجر الثلاثاء جراء قصف واشتباكات. وقال المصدر إن مدينة دوما الواقعة في ريف العاصمة سقط فيها قتيلان إثر قصف تعرضت له، مضيفا أن ما لا يقل عن 6 من عناصر الجيش السوري المتمركزين في مبنى البرج الطبي بدوما قتلوا إثر اقتحام المبنى من قبل مقاتلي المعارضة المسلحة. كما قال الناشطون إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة في أحياء القدم والعسالي في العاصمة دمشق. قال وزير الخارجية السوري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الشعب السوري هو وحده المخول في اختيار قياديه ومستقبله، واتهم الوزير السوري واشنطن وباريس بدعم ما وصفه بالإرهاب في سوريا. كما أعلن وزير الخارجية والمغتربين أن دمشق لا تزال تؤمن بالحل السياسي للخروج من الأزمة، داعيا كل الأطراف والأطياف السياسية داخل سوريا وخارجها إلى حوار بناء تحت سقف الوطن. خطاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يخرج عن الإطار الذي حددته دمشق منذ بداية الأزمة، إلا أن المعلم أعاد التأكيد على موقف بلاده الداعم بقوة للحوار وعلى أن الحل سوري سوري، لافتا في هذا الشأن إلى أن السوريين وحدهم هم من يقررون قيادتهم عبر صناديق الاقتراع، مشددا على رفض التدخل الخارجي. كما أعلن استعداد السلطات السورية لمحاورة المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية، مطالبا بأن يتوقف تمويل المعارضين وتسليحهم. السيد الرئيس، سمعنا من على هذا المنبر ومن منابر أخرى دعوات صدرت من البعض غير العارف لحقائق الأمور أو المتجاهل لها
أو المساهم في تأجيجها. تدعو رئيس الجمهورية العربية السورية للتنحي، وذلك في تدخل سافر في شؤون سوريا الداخلية ووحدة أبنائها وسيادة قرارها. إن الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله وشكل دولته التي تتسع لكل فئات وأطياف الشعب السوري بمن فيهم من غرر به وأخطأ الطريق. إن الشعب السوري هو الذي يختار قيادته عبر أهم سبل الديمقراطية والتعبير، وهي صندوق الاقتراع. وعبر المعلم عن إيمان الحكومة السورية بالحل السياسي كخط أساسي للخروج من الأزمة، متهماً أعضاء دائمين في مجلس الأمن بدعم الإرهاب في سوريا. وأكد المعلم أن الحكومة السورية بادرت بالدعوة للحوار في بداية الأحداث دون أن يلقى ذلك أي استجابة من أطراف المعارضة، مرحباً بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة، مبدياً استعداد سوريا للتعاون معه. وأشار المعلم إلى أن الدولة السورية قطعت خطوات إصلاحية جادة وهامة، وهي مستمرة في العمل مع الأطراف الوطنية في المعارضة لبناء سوريا جديدة وماضية في حماية شعبها من الإرهاب التكفيري الإرهابي على حد تعبيره. وإذا اعتبر المعلم أن العقوبات الأحادية تنافي قواعد القانون الدولي ومبادئ التجارة الحرة، دعا إلى رفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا وإيران وسوريا وبيلاروسيا وفنزويلا. هذا فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرة جديدة دمشق من استخدام أسلحته الكيميائية، معتبرا أن هذا الأمر في حال حصوله قد تكون له تداعيات وخيمة. وقال بان كي مون قبل اجتماع يعقد في الذكرى 15 لتوقيع اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، إنه يشدد مرة أخرى على المسؤولية الكاملة للحكومة السورية في ضمان أمن هذه الترسانة من الأسلحة، وأضاف أن استخدام هذا النوع من الأسلحة سيكون جريمة فاضحة بتداعيات وخيمة، معتبرا أن لا مكان للأسلحة الكيميائية في القرن 21. وكان وزير الخارجية السورية اتهم الولايات المتحدة باستخدام مسألة الأسلحة الكيميائية ذريعة كما حصل في العراق. هذا كما وجهت إيران تحذيرا ضمنيا لحليفتها سوريا من أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيؤدي إلى خسارة الحكومة السورية مشروعيتها بالكامل. وبشأن احتمال استخدام دمشق أسلحة كيميائية ورد فعل طهران على مثل هذه الخطوة، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إنه إذا ما تحققت هذه الفرضية سيكون هناك نهاية كل شيء، موضحا أنه إذا ما قام أي بلد بما في ذلك إيران باستخدام أسلحة دمار شامل ستكون نهاية صلاحية شرعية هذه الحكومة. وشدد صالح خلال مشاركته في حلقة حوار نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي للدراسات على أن أسلحة الدمار الشامل ضد الإنسانية وأمر لا يمكن القبول به بتاتا. أكد اليمن أن 5 من ضباطه معتقلين لدى مجموعة إسلامية في سوريا تتهمهم بدعم قوات النظام هم طلاب في الكلية العسكرية في حلب ولم يشاركوا في المعارك الجارية في هذا البلد. ونفت وزارة الدفاع اليمنية نفيا قطعيا أي ارتباطات أو مشاركة للضباط اليمنيين في الأحداث التي تشهدها سوريا حاليا. ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن الضباط 5 مبتعثون بشكل رسمي منذ 2 للدراسة في أكاديمية الأسد العسكرية في حلب، وكانوا في طريق عودتهم إلى اليمن بعد أن أكملوا دراستهم. ولفت المصدر إلى أن وزارة الدفاع وجهت رسالة رسمية إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وطلبت التدخل والمساعدة للإفراج عنهم. وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم جبهة النصر أكدت أنها تحتجز 5 ضباط يمنيين حضروا إلى هذا البلد دعما للقوات النظامية. استخدم الأمن الأردني الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الغاضبين في مخيم اللاجئين السوريين بعد أعمال شغب أوقعت إصابات بين اللاجئين ورجال الأمن بحسب مصدر أمني أردني.
وأفاد المصدر أن حوالي 500 لاجئ شاركوا بأعمال الشغب واحتكوا برجال الأمن، ما أوقع عشرات الإصابات بينهم وبين رجال الأمن، مشيرا إلى أن مثيري الشغب أحرقوا مستشفى ميداني وخياما وحطموا سيارات إسعاف كانت موجودة لخدمتهم. وكان الأمن الأردني استخدم الغاز المسيل للدموع الأسبوع الماضي لتفريق محتجين غاضبين في مخيم الزعتري الذي يأوي نحو 34 ألف لاجئ سوري بعدما أحرقوا خيمة ودمروا ممتلكات. المزيد مع أخبار العالم. انطلقت أعمال القمة الثالثة لدول أمريكا الجنوبية والدول العربية في ليما عاصمة بيرو بمشاركة 32 دولة، ويتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر لرجال الأعمال من كلتا المجموعتين. وبينما تغيب سوريا عن القمة التي تستمر يومين، لكن حضرت أزمتها في مباحثات ممثلي الدول المشاركة. قبل أن تبدأ أعمال القمة الثالثة لدول أمريكا الجنوبية والدول العربية في العاصمة البيروفية ليما، عقد وزراء خارجية الدول المشاركة جلستي عمل لوضع اللمسات الأخيرة على البيان الختامي. ومن المقرر أن تختتم القمة على مستوى قادة الدول بالتوقيع على إعلان ليما الذي يدعو إلى حل النزاعات سلميا وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية. ويحضر القمة أربعة فقط من القادة العرب، هم الرئيس اللبناني ميشيل سليمان والتونسي منصف المرزوقي والملك الأردني عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وغاب عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن في وقت سابق عزمه على الحضور. وبينما تغيب سوريا عن القمة التي تستمر يومين، من المتوقع أن تحضر أزمتها في مباحثات ممثلي الدول المشاركة. وكان من المقرر أن تعقد هذه القمة في فبراير شباط من العام الماضي، ولكن الربيع العربي حال دون ذلك، وقد عقدت القمة الثانية في الدوحة عام 2009. وتأتي هذه القمة بالتزامن مع اللقاء الثالث لرجال الأعمال من أمريكا الجنوبية والبلاد العربية، وافتتحه رئيس البيرو أولانتا هومالا. وقال هومالا في جلسة الافتتاح التي حضرها أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هذا الاجتماع يعقد في إطار أربع قضايا لا جدال في أهميتها في المنطقتين العربية واللاتينية، وهي البنية الأساسية والأمن الغذائي والطاقة والموارد الطبيعية. يتقدم الائتلاف المعارض بزعامة الملياردير بيتسينا إيفانيشفيلي على حزب الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي في الانتخابات التشريعية التي جرت الاثنين في جورجيا بحسب النتائج الأولية. احتفلت المعارضة الجورجية بما وصفته بالنصر العظيم بحصول ائتلاف الحلم الجورجي على 52% من الأصوات مقابل 42% للحركة الوطنية الموحدة بزعامة ساكاشفيلي وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية. وبناء على ذلك أقر ساكاشفيلي بفوز المعارضة، وقال في بيان إن ائتلاف الحلم الجورجي حقق تفوقا في الانتخابات بالنسبية، أما في الدوائر التي تعتمد الأكثرية فيبدو أن الحركة الوطنية الموحدة سجلت تقدما واضحا. من جهته قال إيفانشفيلي إن الشعب الجورجي انتصر، واحتفل أنصاره في العاصمة تبليسي فتجمعوا مساء الاثنين في ساحة الحرية وأطلقوا أبواق سياراتهم حتى الفجر. وتتسم هذه الانتخابات بأهمية حاسمة بالنسبة للرئيس ساكاشفيلي الذي تابع دروسه في كل من فرنسا والولايات المتحدة، وشكل وصوله إلى السلطة في خضم ثورة الورود عام 2003 منعطفا لجورجيا نحو الغرب أثار استياء موسكو. ووصل ساكاشفيلي إلى العاصمة أيضا بناء على وعد بأحلال الديمقراطية في البلاد، وهذا ما هو موضع تساؤل إذ تتهمه المعارضة بإقامة نظام سلطوي، واعتبر خصمه إيفانشفيلي أن هذه الانتخابات التشريعية ستتيح تغييرا ديمقراطيا لأول مرة في تاريخ البلاد.
أدى اصطدام سفينتين إلى سقوط 36 قتيلا على الأقل وحوالي 100 جريح قبالة سواحل هونغ كونغ في وقت كانت فيه المياه مكتظة بالمراكب بمناسبة احتفالات العيد الوطني الصيني التي تتضمن إطلاق الألعاب النارية. ووقع الحادث حين اصطدم زورق يقوم برحلات بين وسط هونغ كونغ وجزيرة لاما بسفينة تنقل موظفين في شركة الكهرباء وعائلاتهم، وكان هناك أكثر من 120 شخصا على متن السفينة التي غرقت خلال دقائق قليلة ولم يبق منها سوى مقدمها عائما فوق سطح المياه. وكان الركاب صعدوا إلى متن السفينة لمشاهدة عرض الألعاب النارية الضخم الذي يقام كل سنة بمناسبة العيد الوطني الصيني انطلاقا من مرفأ فيكتوريا المقابل لحي الأعمال في هونغ كونغ. الأخبار الاقتصادية بعد الفاصل. قال روزنوري شاويس النائب رئيس الوزراء العراقي اليوم إن وزارة المالية العراقية بدأت صرف دفعة أولية قدرها 650 مليون دولار لإقليم كردستان العراق سدادا لمستحقات شركات النفط العاملة في المنطقة شبه المستقلة. واتفقت بغداد وكردستان الشهر الماضي على إنهاء خلاف بشأن المدفوعات النفطية بعد أن تعهدت كردستان بمواصلة تصدير النفط، وقالت بغداد إنها ستدفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم. وقال شاويش إن وزارة المالية بدأت تحويل مدفوعات نفطية أولية قدرها 650 مليون دولار للإقليم. وقال وزير الطاقة الكردي إن بغداد ستحول المدفوعات إلى كردستان يوم الأحد، مما بعث آمالا في إنهاء النزاع المستمر منذ فترة طويلة. أظهرت بيانات من وزارة العمل الإسبانية اليوم ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في سبتمبر أيلول 1.7% عن الشهر السابق، بما يعادل 79,645 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 4.7 مليون، وتلك هي الزيادة الشهرية الثانية في أعداد العاطلين بعد فترة استقرار خلال موسم السياحة الصيفية. وترصد بيانات البطالة الشهرية أعداد الأسبان المسجلين كعاطلين عن العمل، في حين يستقي معدل البطالة الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 24.6% في ربع السنة الثاني من مسح رسمي، ويعتبر مؤشرا أدق لسوق العمل. سيث ماكفارلين والأوسكار بعد الفاصل. قالت الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية الأوسكار إن سيث ماكفارلين مؤلف مسلسل فاميلي جاي سيقدم حفل الأوسكار 85 في فبراير شباط. وقال ماكفارلين في بيان أمس أنه حقا لا شرف كبير أن يطلب مني تقديم حفل الأوسكار، وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده للوفاء بالمعايير العالية التي وضعها من سيقوه في تقديم حفل الأوسكار. وقال منتجا حفل الأوسكار إنهما اختارا ماكفارلين لأن مهاراته في الأداء تنسجم تماما مع أفكارنا الخاصة بجعل الحفل مسليا ومرحا وتجعلنا نطلق عليه المضيف البارع. ومن المقرر أن يقام حفل الأوسكار 85 يوم 24 من فبراير 2013 في لوس أنجلوس. في الختام تذكير بالعناوين: اشتباكات عنيفة في حلب والجيش السوري يواصل عملياته في ريف دمشق. الأزمة السورية تتصدر أعمال القمة الثالثة لدول أمريكا اللاتينية، والمعلم يدعو كل الأطراف إلى الحوار. ساكاشفيلي يعترف بهزيمة حزبه في الانتخابات التشريعية في جورجيا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.